بعد كده بنخش على التعبئه. التعبئه اوكي، دي مرحله التعبئه. دي مرحله التعبئه. هنا بقى حضرتك بتقول لي مرحله التعبئه في الكراتين، ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ بنعبي هنا الكيس. ده طبعا لازم الكيس يا فندم يكون كيس كسائي، لان الكيس ده ملامس للمنتج. ده مش كيس عادي. لا لا مش كيس عادي. ده كيس ملامس للمنتج، فلازم يكون كيس من نوع معين. ده اللي هيلمس الرنجه وتتحط فيه. ايوه لازم يكون كيس كسائي. اوكي. طبعا بيخش كده، بتخش على التعبئه هنا. بيتعبى. خلاص الكرتونه بتتعبى، تعالى اتفضلي. بيطلع هنا طبعا، هو طلع من مرحله التجميد. خط على خط التعبئه. هيتعبى، ينزل في الكرتونه اللي هي فيها الكيس الغذائي. وبعدين يمشي كده، يخش بقى على مرحله الوزن والتاج والصلاح. وزنها بيبقى قد ايه تقريبا بقى سمكه الرنجه بعد القصص دي كلها؟ كل ده ايه؟ وزن سمكه الرنجه بيبقى قد ايه بعد ما مرت بكل الكلام ده؟ بتبقى وزنها من حدود من 300 ل 400 جرام. 300 ل 400 جرام. بيتحط هنا، بينزل هنا بقى، دي المكنه بتعمل الميزان. والتعبئه. كل ده خطوط التعبئه. ممكن هنا تمام، هم عبوا المنتج، مشى دخل على خط الميزان. هنا في ميزان بيوزن الكرتونه. ايوه. ويدي الوزن بتاعها، يطلع على الميزان اهو يا فندم. ده الخط هنا، الوزن التوتال النهائي بتاعها، وزن الكرتونه بقى كلها. الكرتونه بلس كرتونة وزنها 7.41. ده الوزن النهائي، ده حسب مواصفات التصدير مش كده؟ ايوه. طيب اللي عايز بقى كرتونة وزنها كذا، اللي عايز كمية. مواصفات التصدير هي المواصفات المحلية. يعني انتوا نفس واحد في التصدير المحلي، هو اللي بنبيعه للسوق المصري. طب هسأل حضرتك سؤال بقى دلوقتي، اللي بيشتري النهاردة رنجة يعرف منين الرنجة؟ انا كمواطن عادي اهو نازل اشتري رنجة، اعرف منين الرنجة الكويسة من الرنجة اللي يعني فيها وحشة فيها حاجة؟ بتاخد الكرتونه بتتقفل هنا بقى، بياخد الليبل بالميزان بالباتشه بكل الحكايات اللي حصلت، العمليات التصنيعيه بالكامل كلها. لما نخش نعمل اسكان، هات الكرتونه دي كده، لما نخش نعمل اسكان على ده الليبل اهو، عليه الوزن، عليه الباتشه، الباركود ده بيحكي حكايه المصنع اليوم ده. الكرتونه دي عملت ايه؟ راحت فين؟ النهارده لو دخلنا على الباركود ده هنلاقي قناه المحور كانت سجلت معانا، وكان مين معاهم، واللجنه والناس اللي شغالين، مين اللي اجى، مين اللي كان موجود. عشان لو كان في اي مشكله في اي حاجه انت تعرف تجيب الكرتونه. اوكي. بعد كده بتاخد الكيس ده بتشدك من بره علشان في التداول بتاعها ما بين الاسواق والسفر والكناتر ما تتبهدلش. تبقى تتغلف بقى بالكامل، تغليف نهائي. ده يا فندم المنتج اللي بينزل الاسواق عندنا، وده المنتج اللي بيلف العالم. ما عندناش اتنين كواليتي، ولكن عندنا تلات الوان، لكن الكواليتي واحد. ثلاث عيارات. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ال 18 وال 21 وال 24. وال 24 اللي هو اغلى حاجه واحسن أغلى حاجه. اغلى منتج زي الذهب. زي الذهب. ال 24. لكن الكواليتي واحد.